يا رب يا رب يا رب انا عايز اتوب يا رب انا عايز اتوب. مش عايزين تعملوا ايه؟ توب يا عم. مش عايزين تعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ خدوني سلموني للبوليس. ليه يا عم؟ انا حرام. انا حرام. طب انت حرام يا بابا، ابعد عننا واتكل على الله. نكلمك احنا مالنا؟ انت مش واخد بالك. روح، انا واخد بالي. انا عايز اتوب على ايديك. طب ما تتوب انت، روح سلم نفسك. انا عايز المسألة. طب روح سلم نفسك يا حاج، ابعد عننا. انا عايزك تاخد الثواب يا عم. احنا معانا عيال صغيرة مش فاضية لنا. ده عشان خاطر الواد الجميل. طب انا مش فاضي لك. معايا عيال صغيرة. خد الثواب يا عم. مش هضربك، بقول لك خد الثواب. طب تضربنا ولا ايه؟ ابوس ايديك وابوس. لا 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 لا. بس يا بنت رايح استرزق. جاي منين يا معلم؟ استرزقت وجيت وانت قاعد مضيع الفلوس عليهم. معلش استعمل. هم دول الشبابين اللي مضيع الفلوس عليهم يا ماما. فلوس ايه يا اخويا؟ فلوس ايه؟ مني ما بيرجعليش بجنيه. فلوس ايه؟ مضيع فلوسه عليهم. على مين بس يا بني ادم؟ ما تخلينيش بقول لك حكلك. بقول يا عم بس يا عم بس يا عم بس يا عم يا عم يا عم انا عايزكم تسلموني للبوليس. خدوا المكافأة، انا مطلوب، انا وانطد اساسا. لو حضراتكم تسلموني وتاخدوا الجايزة والله العظيم. عايز اتوب يا رب يا رب. انا بتوب اهو قدام عبادك. مش دول عبادك يا رب، مش دول عبادك يا رب. عايز اتوب يا رب وارتاح من مراتي وارتاح من الدنيا. ايوه يا هلا هلا ويحكي اسم الله. ده لازم مستحملك يا معلم ومستحمله عرفه. هم دول الجرابيع. انتوا الجرابيع اللي بيصرف عليكم راسي. اوعي تغلطي في اصحابي. اصحاب مين يا ابو صحاب؟ اوعي تغلطي في اصحابي. الصرف اوعي اوعي تغلطي. انت راسي اصحابك العيله. انا اجي دول نهار. مالك دول عم محمود. والنبي ساعدونا اتصل باهلي. ما حدش معاه تليفون. مش هعيش معاك تاني. معاك تليفون يا اخويا اتصل. ان عشت معاك تاني ابقى قابلني. هتقطع حراميه. نفسي ربنا يتوب عليا. خدها يا خد. معلش هو في يا خدها. يا خد. خدني. خدني يا رب. خدني يا تاخدها يا رب. يا رب اللي نفسي اتوب بقى. يا مين يا اخويا اللي ياخدها؟ فابتدي عليا يا معلم. هم دول اللي بتقعد معاهم تصرف عليهم فلوسنا بدل ما تاكل العيال. ما تعرفوا اهو من جرابيع اتبنوا منها. بتقول صحابي واتبنوا منها. انا خلاص. لم نفسك. الشيطان بيكلمني يا راجل. يا عم اوعى بتتعلم حراميه. بس كده بعد اذنك.
عم ده جايين يشتغلوا في المنطقه بتاعتنا. بص الحاجات اهي. ومكمر تليفون من العربيه ديت اهو. هاتوا ايه يا بيت؟ بص يا معلم دي مفاتيح تالت عربيه على الشمال. هاتوا منك ايه تاني؟ وخدوا مني الساعه. حد يقرب منك يا بنت. حد يقرب منك يا بنت. يا عم بس كده. بعد اذنك ايدك بس كده. يا معلم. انا بس بقولك معانا يا معلم. والله التليفون. استنى. 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 تليفونك يا حراميه. تسلموني من البوليس عشان اتعلم الادب. علشان بص كل حد اذيته ياخد حقه مني. طب وين البوليس؟ وين البوليس؟ انت حتى يا جدعان لي حق عند الراجل ده؟ انا بكلمك انت تسلمني ليه البوليس؟ حضرتك طب وين البوليس؟ دول عاملين مكافأة. خدوها خدوها. عايز استريح من مراتي. عايز اطول. نعم 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 نعم. مراتك مين اللي ترتاح منها يا اخويا؟ مراتك شربة من جعانها منك. هما دول الجرابيع اللي بتصرف فلوسك عليهم. اخرسي اخرسي خلاص اهو. بقول لك فين الفلوس؟ مش دعوه باصحابي. بقول لك ايه؟ خلاص انت لازم تطلعني. هطلعك مين؟ عملت رفي لحم بره. عملت اكل على قفاك. انا هتصرف ساعات والنبي يا اخويا. انت وامك في يوم. بقول لك ايه؟ سلق يلا. يا معلم قدامك اهو انت الدنيا في البيت حاجه تانية خالص. في البيت فرد. في البيت فرد. وليه مفتريه وليه مش عايز اقول لكم. لكن انا ان شاء الله هتوب هتوب وهتوب عن كل حاجه وحشه. هتوب. انا عايزكم تسلموني للاسم. ودوني البوليس. خدوا المكافاه. انا مطلوب. انا وانطل اساسا. يا ريت. انا بقول لك اهو روحوا البوليس. واخد بالك؟ سلموني وخدوا المكافاه. عشان المكافاه يا عم. انا عايز ربنا ينتقم. انا عايز انا انت عايز خدني وديني. مصري حد؟ لا 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 انت كويس. لا انت كويس. انت اللي هتوديني الاسم يا عم. بس ابوس ابوس ايدك عشان خاطر. ابوس ايدك وديني الاسم. ودوني الاسم عشان خاطر. انت اهدى بس. اهدى بس. انا عايز اتوب. اهدى يا حاج. عايز اتوب. عايز اتوب. المهم تكون عايز من جواك. والنبي اتوب. هتوب. هتوب والنبي. بتتوب عن ايه ولا ايه يا معلم؟ هلا هلا ويا اختي اسمع الله. انت واقف تضيع وقتك مع الجزء اللي مش عارفه مين. صحابي يا بنت. صحابي. صحابي. كلابهم يا اخفاق. اصحابك. اصحابي الهجر والندامه. معرفش يا معلم. انا لقيتهم هنا في المنطقه بتاعتنا. ايه اللي
شغال في المنطقه هنا. احنا مالنا انت مالنا ايه؟ توب ولا ما تتوبش؟ احنا مالنا ايه؟ توب يا عم ده انا صباحك وانت بتسرق هنا وادي مفاتيح العربيه. اللي يعملوا شغل في المنطقه؟ ايوه يا معلم. شغل ايه يا عم الحاج انت في ايه؟ تبع مين يا دي التواو؟ انت تبع مين اساسا؟ انا تبع هنا. ايوه يا عم واخد واخد تليفون في جيبه الشمال. ايوه يا عم يعني العيال دي انا توب مين؟ حد مات ايده عليك يا بنت يا فندم. حد مات ايده عليك يا حد شقدر يمد ايده عليك يا عم. يا عم ما حدش يقدر يمد ايده عليا يا عم. يا عم بقول لك يا عم روح ما تتنفسش يا عم.